عكس كده تماما. واللي اتفرج على مباراه النهارده القمه ما بين الزمالك وبيراميدز النهارده، هي قمه اول وتاني. اللي اتفرج على المباراه دي يعرف قد ايه النادي الاهلي كبير. وخدوا بالكم الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان في ناس عايزه تخلي النادي الاهلي ولاعيبته وجمهوره يرموا الفوطه بدري. يرمي الفوطه بقى يقول لك انا هقعد اشجع في الفريق لا. ما يعرفوش ان جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي وجهازه الفني كلهم مع بعض في على يد رجل واحد زي ما بيقولوا. تفرقش معانا الحملات دي وما بيفرقش معانا الكلام ده. من حق الناس تفرح على فكره، بيراميدز كسب الاهلي فرحوا ونزلوا فيديوهات، حقهم ان هم يفرحوا طبعا. طبيعي جدا ان انت تفرح على فكره. ولكن من يضحك اخيرا يضحك كثيرا.